في ساعات خادم في مدرسة الأحد، ولد يغيب 3 أو 4 أسابيع يروح شاطب اسمه. تشطب اسمه ازاي يا ابني؟ ده انت مفروض تجري وراه في كل حتة لغاية لما تجيبه وتشوفه ليه امتنع. لك اشطب اسمه، اطلب الضال واسترد المطرود. استرد المطرود زي حكاية داوود لما طرده شاول وبقى يجري وراه في كل مدينة وكل وادي وكل مرتفع. ربنا استرد هذا المطرود، أو الشخص الذي طرد ظلما يسترد ربنا. وأكبر الكثير وأعصب الجريح. ربنا لا يستهين بالغلابة اللي جرحوا وكسروا، يجيب الكثير ويجبره، يجبره زي ما انت كنت تسمعوا زمان في واحد اسمه المجبر، هو يجبر العظام دي ويعصب الجريح. ممكن كل واحد فينا يقول له أنا يا رب لست من الممتازين وسط شعبك، أنا جريح وكثير وعايز ألطافك ومحبتك تجبر الكسر اللي عندي وتعصب الجراح. ولذلك السيد المسيح قال عن خدمته: روح الرب علي لأنه أرسلني. أرسلني، أرسلك لمين؟ لضعاف النفوس وللمأسورين وللمسبيين، ونادي لهم بالإطلاق. هذا الراعي الصالح. مش واحد يلاقي إنسان مسبي بالخطية الحمد لله أنا أبعد عنه، أبعد عنه وخليني بعيد. تبعد عنه إزاي؟ أحد قديسي برية شهيد سمع عن إنسانة كانت بارة وانتهى أمرها إلى الخطية وبقت عايشة في بيت خطية، فرح لها افتقدها داخل في البيت الوحش ده وهو قاعد يرشم الصليب، فهي أحست بيه إنه مش زي الرجال الفاسدين الآخرين. فقالت له: يا أبي هل يكون لي خلاص؟ قال لها: ممكن يكون لك خلاص ولكن ليس في هذا الموضع. وأخذها إلى الخارج وماتت في تلك الليلة بعد أن تابت وخلصت نفسها.